فنمت ورأيت رؤيا كأنما أنا واقف على جبل، وهذا الجبل كنت واقف على حافته، صخرة يعني على شرفة الجبل من فوق، ورأيت رؤيا كأنما تحتي سونامي. إذا تتذكرون سونامي اليابان الذي ضرب اليابان، نفس الأمواج العاتية السوداء تحصد القرى حصدا تحت، وأراهم بأم عيني وأنا فوق الجبل تحصدهم، وأسمع صياح كلابهم وديكهم وأصواتهم وهم يستغيثون، وهناك دوامة كبيرة تدور في نصف هذا التسونامي، وهم ينجذبون جميعا إلى التسونامي ويدورون بالدوامة هذه الكبيرة. فجاءت المواج ولطت الجبل الذي أقف عليه، أنا أقف عليه فوق، لطته من تحت، فسقطت الصخرة التي أنا فيها سقطت في هذا التسونامي، المياه السوداء، وأخذت الدوامة تسحبني. حاولت أن أرجع إلى الجبل سباحة، لكن الدوامة تسحبني إلى هؤلاء الناس الذين تريد أن تأخذهم هذه الدوامة الكبيرة السوداء، والناس يستغيثون. فأنا حاولت بكل جهدي إلى أن تعبت إلى أن وصلت إلى بداية الدوامة الأولى. فعند هذه اللحظة استسلمت، لأن خلاص يعني شفت الموضوع انتهى، وصلت الروح عندي في الرؤية إلى الحلقوم، يعني حسست أن الروح ستخرج من الحلقوم من الخوف والرعب. فلا أعرف كيف أنا صرخت يا علي يا أبا الحسن، يا علي يا أبا الحسن، أقسم برب الكون، أنا صرخت بهذه الصرخة، أقسم برب الكون ويشهد علي الله وملائكته ورسله وكتبه والأنبياء أني صرخت يا علي يا أبا الحسن. وأنا بحياتي لم أنطق هذه الكلمة لأني من مذهب وخلفية سني. سبحان الله. والله يا سيد يا سيد ميثم ويا سيد وعد ويا ناس تشهدون علي، عندما صرخت يا علي يا أبا الحسن وأنا لا أعرف كيف نطقتها، رأيت الناس يدورون من حولي، الناس تدور وأنا ثابت، وكنت مستغرب لماذا هذه الناس تدور في الدوامة أنا لا أدور. ونظرت إلى وسطي إلى نصف جسمي الأسفل فوجدت حبلا، الحبل نظرت إليه والحبل يسحبني إلى الجبل الذي سقطت منه، والحبل يجرني وأنا هنا رفعت رأسي. عندما رفعت رأسي رأيت فرسا بيضاء وعليها شيء يشبه صورة الإمام العباس التي يعرضونها عندكم في كربلاء، وبيده راية خضراء ووجهه نور لا محدت ملامحه، لكنه يلبس الدرع العسكري الذي يلبسه الإمام العباس في الصور التي أراها على الفيسبوك. فعندما رأيت هذه الصورة أنا صار عندي تضارب من مشاعري، كيف أنا قلت يا علي، وكيف هذا علي هنا موجود ويسحبني وينقذني، وكيف يقولون لنا أن هذا شرك. أنا فقدت أعصابي وانهرت بالبكاء، وسحبني إلى أن أخرجني إلى جانب الجبل، فخرجت على الجبل وأصرخ يا علي يا أبا الحسن، يا علي يا أبا الحسن. وأفقت على رؤيا صلاة يعني وقت الفجر، وكانت زوجتي يعني تجلسني تقول من علي أبو الحسن، أنت سني كيف تقول هذا الكلام؟ فقلت لها قد رأيت أمير المؤمنين، أقسم الله أقسم بالله أقسم بملائكته وكتبه ورسله أن هذا رؤيا، وأحب أن أقولها لكل أخواني السنة أن يتقوا الله عز وجل في أهل بيته. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أوصيكم الله في أهل بيت، قل لا أسألكم عليهم من أجر إلا المودة بالقرب. ونحن تنكرنا لآل بيت رسول الله، والله لو نحن تمسكنا بوصية رسول الله كما أوصانا صلى الله عليه وآله
أني تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وعترتي أهل بيتي. والله ما كنا نعرف هذا الحديث، وأرجو المعذرة من كل السادة الحاضرين الذين يسمعون الكلام. والله كنا نسمع تمسكوا بكتاب الله وسنتي وسنتي فقط. نفس الرؤية هذه، يقول كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي. واو العطف تقتضي المشاركة، نفس عترتي حبل أيضا، واعتصموا بحبل الله جميعا. هذا عندي، وهذا هو الحبل الذي سحبني. نعم نعم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل الله هو القرآن، والحبل من الناس هم العترة. العترة من أصح حديث الترمذي صحح الألباني، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي. ثانيا لك إن شاء الله من المتمسكين بحبل القرآن وحبل العترة بولا محمد وعلى محمد. ثانيا لك يا أخي، الله أبكيتنا، الله يشهد أبكيتنا. السلام عليك أمير، رحم الله والديك، رحم الله والديك. والله أنا قلت هذا، أنا قلت هذا الحبل هو مصداق لقول الله عز وجل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأقول الإخوان نعم، وأنا منهم.